النصر الاردني بكره ان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله ويكسب البطوله باذن الله كمان. كم كان هيكسب باذن الله 2-0؟ مين هيجيب الاهداف ان شاء الله؟ جايو وان شاء الله عمين متعب بننزل يجيب جول. شايف انه يلعب بالاساسيين ولا يريحهم؟ والله يلعب بالاساسيين الفتره دي لحد ما يلعب ماتش الترجي باذن الله. ان شاء الله يكسب. كام يعني؟ في حدود 2-0. مين يجيب الاهداف؟ صالح جمعه و مؤمن زكريا او حساب غالي. شايف انه هيلعب اساسيين بودر؟ هو ممكن يلعب ميدو جابر وممكن في دقيقه يعني مثلا في الشوط الثاني في الدقيقه 60 70 كده ينزل كريم ندفت. الاهلي ممتاز الفتره دي والحمد لله، يعني فزنا على الزمالك الحمد لله بنتيجه كويسه وان شاء الله يكسب الماتش الجاي. نتمنى ان الاهلي يحوز الاونر ويبقى فايز، يعني نتمنى ان الاهلي يفوز في البطوله العربيه التي تفتتح في عبر الساعات القليله القادمه. ليه؟ لان الاهلي معقل الاخلاق والادب والاحترام. اتوقع ان هو 2-0 ان شاء الله الاهلي. مين اللي يجيب الاهداف؟ كريم نيدفيد ومؤمن زكريا. طب شايف ان الاهلي كويس السنه دي يعني ولا محتاج ايه؟ هو الاهلي كويس جدا، وخصوصا حتى لما بدا يلعب بالبدلاء بتوعه واضح ان هو فعلا عنده صف تاني كويس جدا يقدر ان هو يشيل الفريق، وحتى لو استغنى او ريح اللعيبه الكبار اللي هم الدوليين يقدر الناشئين او الناس اللي هي الصف الثاني يقدر ان شاء الله يشيل الاهلي. يعني شايف ان بكره يلعب بالبدلاء ولا يلعب بالاساسيين؟ يلعب بالبدلاء لان اصلا هي بطوله، يعني يعتبر اختبار بالنسبه لنا، فهي مش بطوله رسميه على قد ما هي فعلا على الوطن العربي، بس لا يعني انا افضل ان هو يجرب ويخلي اللعيبه اللي هي البدلاء يلعبوا، يجربوا فرصه كويسه بطوله ويديهم الثقه اكتر، بحيث بعد كده البطوله الافريقيه وبعد كده الدوري جاي ان شاء الله والكاس وكاس مصر ان شاء الله وكاس السوبر وكده. حابب توجه رساله للاهلي؟ طبعا اعظم نادي في الكون ان شاء الله مشرفنا دايما، وان شاء الله افريقيا للاهلي وبس، وان شاء الله يوصل العالميه ان شاء الله.